السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محورنا يخص أهم حلقة في برنامج أرض السواد، وهو الفلاح العراقي. هذا الفلاح العراقي اللي عانى معاناة كبيرة جدا على مر السنوات السابقة بالعقود الكثيرة من حروب، من عدم استقرار سياسي، عدم استقرار أمني، تهجيره من ارضه، اقطاع زراعي وغيرها، مخلفات حربيه في ارضه، قله دعم زراعي، قله مناسيب مياه، دائما هو الحلقه المتضرره، اكثر حلقه متضرره اليوم بالسلسله الزراعيه. اليوم اذا التاجر ممكن يربح، ممكن يزيد السعر، البقال ممكن يزيد السعر، ولكن ترجع الخسائر دائما على الفلاح العراقي. حقوقه شنو؟ مثل ما نعرف انه دائما اكو هجره مستمره من الريف الى المدينه بسبب قله المستشفيات، انعدام المدارس، طرق وغيرها من هذه الامور، الخدمات اللي الفلاح للاسف يعني مفتقدها بشكل كبير وبشكل واضح. اليوم كيف نخلي الفلاح ياخذ كل حقوقه؟ مثل ما شاهدنا انه في المنهاج الوزاري للحكومه الجديده بقياده السيد محمد الشياع السوداني حقيقة نطى اهتمام كبير جدا للفلاح، ولكن يريدون تتحول كل هذه الكلمات وكل هذه القوانين إلى حقيقة، إلى واقع ملموس يعيش الفلاح من أجل أرضه، من أجل مستقبل الاقتصاد العراقي والزراعة العراقية. طبعا راح نناقش هذه المواضيع مع الشيخ حمزة منسي عباس، عضو الجمعيات الفلاحية عن فرع المحمودية. أهلا وسهلا بك. حياك الله. حياك ربي يخليك. حياك الله. وأكيد عندنا عبر السكايب الأستاذ عادل المختار الخبير الزراعي، أهلا وسهلا بك. حياك الله. من يجهز الأستاذ عادل ندخل معاه بحوارنا. شيخ حمزة، الفلاح دائما مثل ما ذكرت هو الحلقة، ما أريد أسمي الأضعف، ولكن الحلقة الأكثر تضرراً بالسلسلة الزراعية، يعني في وقت التسويق، في وقت الحصاد، في مطالبتهم للدعم. متى الفلاح يأخذ كل حقوقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللكادر والمشاهدين قناة الأيام الموقرة. احنا دائماً عودنا نفسنا على هاي القناة الموقرة الذي صادقة بالعمل مالها، ونكون صادقين إن شاء الله بالعمل مالنا. خدمتك. فإحنا بالنسبة للفلاح مواكبينا منذ 50 سنة و60 سنة. نعم. فنعرف إيش محتاج وشنو اللي يخليه يستقر من الريف ما يخليه يهاجر إلى المدينة. هو قلة الدعم. نعم. قلة الدعم من الحكومات المتسابقة. كل سبقتها. ما قال بدون استثناء. إيه. فكل ما تجي حكومة جديدة نقول ان شاء الله خير، وانا ذاك اليوم باللقاء ذكرتها. صحيح. فان شاء الله يكون خير بهاي الحكومه الجديده اذا دعمت الفلاح، الفلاح بدل ما يكون في المدينه يرجع الى الريف، اذا كانت مقومات الفلاح كلها موجوده. بعد الهجره مستمره؟ اي اكو هجره، نعم. بعد؟ لان الهجره هسه حاليا ما عنده جندي او شرطي معيشه يهاجر للمدينه حتى يشتغل عامل ابنه حتى يعيش عائلته، هذا الشيء واقع موجود ملموس. فاحنا شو نقول؟ نقول للحكومه ادعم الفلاح، خلوه يستقر بارضه، خلوه يزرع، انطوا المقومات. انت تدري هاي الحروب لا خلت عنده ماكينه مال كراب، لا خلت عنده يعني حتى حلال انتهى، لانه مياههم ماكو واليه ما عنده، غصبا عليه يروح يرجع للمدينه حتى او لا عنده ولد ولدين هذول يعيشونه، يروحون يشتغلون عمال يعيشون. قراكم الزراعيه بها خدمات من مستشفيات، من مدارس وغيرها، لو هم قليله. لا ماكو. نادرا يصير مستوصف بالمنطقه، نادرا يعني. يعني فرضا في منطقتك اللي انت ساكن بها احد الفلاحين اولاده يعني تعرضوا للوعكه الصحيه او امر حادث او غيره. ايش قد يحتاج الله ينقله الى مستشفى المحموديه مثلا؟ اقل شيء 25 كيلو. اقل شيء هذا؟ اقل شيء هاي اذا قريب عليه، يعني انا اقول لك شفت الدائره اللي رحنا لها انا وياك طلعنا صورنا بيها. صورنا بيها. نعم. عند مستشفى اسكندريه 25 كيلو. يعني انت دعنا واحد متمرض وتلاحقونه بمستشفيات، بس اكو حالات ولاده. صحيح. ومثلا الشوارع ما مبلطه الطين. وصير عنده حالة ولادة شلون يكون وضعه؟
وممكن مطر. ممكن مطر، جو ما يساعد. صحيح. مشاكل. راح نتحدث بكل هذه المواضيع، ولكن خلينا ننتقل الى الاستاذ عادل المختار الخبير الزراعي. اهلا بك استاذ عادل. تغير. الو، معاك، اسمعك استاذ عادل. تسمعني استاذ عادل؟ نعم. شباب ممكن تتعالج مشكلة الصوت. أحبة المشاهدين، طبعا عندنا فيديو يوضح معاناة الفلاح أو صراع الفلاح من أجل نيل حقوقه وأبرز مشاكل اللي يعاني منها. خلينا نشوف هذا الفيديو راجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. الشيخ حمزة، يعني حسب تصريح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية السيد التميمي أنه 40% تركوا الزراعة يعني بهذه الفترة السنوات الماضية، يعني رقم كبير جدا، يعني من كل 10 مزارعين 4 تركوا الزراعة. فعلا فعلا كلام واقع، يعني مو مبالغ بي. لا مو مبالغ، موجودة هاي أرض الواقع موجودة. أما بالنسبة وزارة بأكملها وش قد بيها موظفين ومدراء عامين، هاي الوزارة كلها المن مخلينها للزراعة. صحيح. وزارة الزراعة لا تحصيها ما بين موظف ومدير عام وسائق وكذا، إيش قد بيها يعني؟ وش قد يأخذون رواتب؟ ها؟ آلاف. آلاف. وش قد تأخذ رواتب؟ شين هالكسب؟ كم رقم كبير؟ شين الكسب؟ مطين الكسب؟ إذا هي زراعة ماكو هاي الوزارة شين شو؟ يعني انت قارنها ما بين الزراعه وبين الوزاره، ايش قد مستفاده من وراء الزراعه موظفين. صحيح. وزاره الزراعه. نعم. زين اذا هو الفلاح ماكو وما منتج، يعني العام احنا قبل كم سنه 6 ملايين، السنه 3 ملايين ما نحصل. ما الحنطه. ايوه. ليش؟ لانه ماكو دعم. نعم. نبدأ مسألة الدعم، يعني اليوم من دائما نسمع أن الفلاح يريد حقوقه، يريد الدعم. شنو أهم الأمور تريدوها بالدعم؟ يعني مثلا أهم أمور هي المكننة. أي حراثة، المكائن الحراثة. شنو هاي مشكلتها؟ مشكلتها ماكو مكائن. يعني تدري المكينة بيش 45 مليون؟ لو ما تجيب من هذا الفلاح عنده 45 مليون يجيب مكينة. هسه ماكو 75 مليون وكو 75 حسب الموديل، بس خلينا نقول الأدنى يعني 45. يا فلاح هذا يملك 45 مليون هسه الا ذول كم واحد اللي قلت لك عليهم؟ انت مو منهم لو لا؟ لا انا رجال فقير. مو فهذه انت قارن ما بين هيك وزاره ها كبرها وزاره الزراعه وبين الزراعه ماكو. لما الزراعه ماكو وزاره هاك شو شغلها؟ شو تشتغل؟ زين لا ماده لا بذور لا كيمياوي لا لا. خلينا نبدا بالمكننه. ها؟ زين المكننه انا اكو الشركه العامه مكان ما اسكندريه، صح لو غلط؟ نعم. شركه عامه، شركه عامه وعمرها نعم عشرات السنوات. ندري شلون تعامل هو الفلاح بموضوع المكان؟ تعاملهم يجيب كفيل ويعطونا ماكينه ب 45 مليون ويظل طول عمره ما يفك، طول حياته ما يفك. ليش قد بالشهر يطي؟ مو نسوي يعني 45 قسمها على 7 سنوات عدا الفوائد مالتهم. ايش قد فوائدها؟ يعني تصل ل 8% 10%. يعني تقريبا ال 45 مليون ترجعها لازم 50 مليون؟ طبعا هاي شيء منه.
انت ضد موضوع الفائده والفلاح؟ احنا ضد موضوع، يعني هو ما يتحمل الفلاح، ما يتحمل فائده، هو هاي هوايه عليه، كيف كذا يخلون عليه فوائد؟ احنا ليش دائما نكرر نقول اكو حكومه سبقت هاي الحكومات حكومتين يعني ساعدت الفلاح، طيتها مبالغ. قول حكومة السيد المالكي. إيه عادي، هي ما مضمومة قبلها بحكومتين وهاي الأمور احكيها بالصراحة. مساعدة الفلاح، قال يا فلاح تعال نعطيك قروض بدون فوائد بس تشتغل. إيه أعطى قروض بدون فوائد. راح أرجع لك على الموضوع، لكن السكايب منتظرنا نحكي. يلا يلا تفضل. طبعا ننتقل للأستاذ عادل المختار الخبير الزراعي. أهلا بك أستاذ عادل. اهلا وسهلا، حياك الله. ربي يخليك استاذ عادل. اليوم نبدي من حقوق الفلاح، لو نبدي من ابرز المشاكل اللي يواجهها الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه ابرز المشاكل اللي يواجهها الفلاح هو احسن بدايه. أي. بس انا اريد اكمل على زميلي ابو الجمعيات الفلاحيه. أي. اللي ارحب بيه واحييه على كلامه. حياك الله. انا وصلت بس للقروض الزراعيه. أي. بس اريد اكمل لك حتى تعرف الظلم اللي ديوقع على الفلاح. أي. اليوم سمعنا تاجيل القروض الزراعيه لسنتين. جيد. الكل فرحه والكل صفقه وقرار حكيم وبارك الله بيهم. صح. لكن المشكله بهذا القرار وين؟ أنا أرد أوضح شيء، أنه اللي يدير العملية مو شغلته زراعة. راح تقول لي شلون؟ إيه شلون؟ أولاً هذا القرار يقول لازم يكون ما مديون لشهر الخامس، لازم الفلاح يكون مسدد كل ديونه لشهر الخامس حتى يتأجل. طيب إذا هو ما عنده إيش راح يسوي؟ يعني ما مشمول. نعم. طيب هو ما عنده يدفع القسط اللي باقي عليه، زين انت هنا ما راح تشمله بالتأجيل، منين راح يجيب؟ واذا العملية الزراعية متعثرة، ما نريد نقول متوقفة حتى لا يزعلون علينا، نقول متعثرة. ايه. منين راح يجيب لك؟ طيب هذه مشكلة. الشغلة الثانية. نعم. اليوم من أجلت الفلاح لمدة سنتين، طيب ما بعد السنتين ايش راح يصير؟ لازم تدفع له القسطين مال السنتين اللي تأجلت دفعة كاملة، وتدفع السنه الجايه، يعني راح تدفع مال 3 سنين مره واحده. هاي شلون؟ زين بشرفك، مش دا اقول لك هو التاجيل شو يصير؟ المفروض من يتاجل كلها تزعل. زين استاذ عادل، استاذ عادل، هذا الخطا اللي دا يصير او دا تقول تناقضات بعملهم او عدم درايتهم اليوم بالخطط الزراعيه، او هو مو زراعي، هذا من المصرف الزراعي، من وزاره الزراعه، من البنك المركزي، من وين؟ الصوت كلش صار ضعيف. المشكلة وين؟ الخلل من أي جهة تصير؟ تسمع الأستاذ عادل؟ أي الصوت نزل عندكم. أسا صوت تسمع زين لو لا؟ ما أدري، ما دا أسمع. شباب إذا أنت دا تسمعني خلي أحكي لك على المشاكل الأخرى إلى زملائنا يقدرون يرتبون الصوت. تفضل. الشيء الآخر، اليوم عندنا مشكلة ومن أهم المشاكل هو التسويق الزراعي. نعم. التسويق الزراعي مشكلة كبيرة اليوم، تشوف ذاك اليوم الطماطة إنتاج وفير والاستيراد مفتوح. صح. طيب هنا ايش راح يصير؟ الفلاح شلون يقدر يبيع؟ هاي وحدة من المشاكل اللي هي أساس العملية الزراعية. الشيء الآخر اللي أرد أقوله تكلفة الإنتاج. فعلا. اليوم الإنتاج مالك يكلف غالي، فلذلك لازم تقلل التكلفة حتى أقدر أنافس المستورد. فهنا على هالقياس راح أقول شنو الدعم؟ مفهوم الناس كلها تطلب الدعم. شنو الدعم؟ الدعم هو حتى أخفض تكلفة الإنتاج حتى الفلاح يقدر يبيع برهاوة أو يكون مرتاح ببيعه ويحقق ربح. طيب إذا أنت مشكلة التسويق الزراعي ما حاله، تكلفة الإنتاج غالية، تشوف الفلاح الغاز يشتري من السوق بأعلى الأسعار، تشوف الكهرباء عالي غالية عليه من يشغل ماطورات وكذا استخدام كهرباء، تشوف الفاتورة مال الكهرباء كلش غالية، إذا ترتفع التكلفة مالته لو لا؟ أكيد. فإذا الدعم يجب أن يكون بهذا الشكل واضح. الشيء الآخر إنتاجه ضعيف، غلة الدونم ضعيفة مثل حنطة. أكثر اللي ينتجون يوصلون نص طن في أحسن الأحوال، ما عدا كبار المسوقين وذولا ما نحكي عليهم لعددهم قليل، لكن الأغلبية إنتاجتهم ضعيفة. هل مشكلة البذور؟
هل مشكلة السماد، هل مشكلة المي، منظومات، هذه كلها مشاكل لازم تعالجها الفلاح حتى شنو يحقق ربح. نعم. وهنا انت راح ما تحتاج ترفع الاسعار كل يوم. راح ارجع لك استاذ عازم، اسعار منطقيه راح ارجع لك. هذه كلها مشاكل في القطاع الزراعي من سنين طويله ما انحلت، وبقت مشكله الفلاح الصادمه هي التسويق، ينتج ويكمل. نعم. ويشوف. نعم. السوق خربان. استاذ عادل، استاذ عادل راح ارجع لك، راح ارجع لك. طبعا احبة المشاهدة، ان كان عندنا لقاء مع الاستاذ عدنان الحسوني في محافظة واسط في الصويرة، وايضا تكلم عن ابرز المشاكل اليوم اللي يعاني منها الفلاح العراقي وبصورة عامة الزراعة العراقية. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجع. اكو هامش ربحي هسه، اي هامش ربحي بالعمل هو يشجع، اي هسه المستثمرين غير يروحون على هامش ربحي باي مجال. صحيح، باي مشروع. خلاص خلاص التحميني اخي، احنا عندنا بلد يريد ياكل، وعندنا قاع وعندنا مي وعندنا ايدي عامله، وهاي الوظائف اللي هي خربت الدنيا. خوش. لا انا صار ترهل الحكومي والوظيفي، انا اصلا مو ويا الوظائف، ومو ويا الوظائف. اجي هذا عندنا مهندسين زراعيين، تعال بابا هاي 100 دونم، هاي 100 دونم، هاي هذا قرض وياها، واسوي لجان متابعه، مو هاك يا اشتي طعامك، مو اسوي لجان متابعه، لا ينمو الاقتصاد الزراعي ويندعم المنتج الوطني والبلدي. ليه سابقا مو كنا نصدر حمطه؟ العراق كان يصدر حمطه؟ انا مصدر حمطه. بيا سنه؟ هاي سنه ال 65. اها. ايه؟ وين صدرنا؟ للجنوب. منا جانت تجي الدوب تاخذ الحمطه منا تطلعها برا. يعني الميناء البصرة وتروح؟ ايه. ليش شنو مشكلتنا؟ يعني احنا عابرين مراحل الاكتفاء الذاتي بهيج الفترة. ليش شنو مشكلتنا؟ ليش وين كان اكو برتقالة مستوردة؟ وين اكو طماطاية مستوردة؟ وين اكو خيارة مستوردة؟ وين اكو رشاد مستورد؟ ماكو. هاجتنا ويا الديمقراطية مال امريكا. يعني انت تحس انه اذا ذكرت الديمقراطيه الامريكيه، يعني مثلا قناه الايام الفضائيه بقسم الوثائقيات قبل عده ايام عرضت وثائقي انه اكو ايادي امريكيه لتخريب الزراعه. يعني انا احس انا اريد تشجيع القطاع الزراعي ودعم القطاع وحمايه المنتج. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. يعني شيخ حمزه، يعني اترك الكلمه الاخيره اللي تكلم بيها الخبير الزراعي، قال المنتج ما محمي او ماكو حمايه منتج. تحسون اليوم منتجكم ما محمي، ما له دعم حكومي مباشر؟ تحيه للاستاذ عادل. نعم. الحقيقه اكمل ما تحدثت به هو. نعم. هو انت هو شنو الدعم؟ يعني نقول لهم دعم تعطونا بس فلوس؟ لا، دعم المنتج، دعم الماده للزراعه، مكاين كيمياوي ومي، تنطي مثلا قروض. انت على راحتك، تفضل. نعم. قروض حتى الزراعه، اذا انت على ما قال الاستاذ، ما قال هو برميل الغاز بيصر. ليش قاعد تشترون الغاز؟ كارثه. مو غاز، من يحصله؟ يعني هو ينطونا حصه، والحصه ما تكفي الفلاح اذا كان على الغاز يشتغل، واذا كان على الكهرباء تدري بالكهرباء شلون. شلون يعني هذا يزرع الفلاح؟ ولذلك تكون الخساره 90% للفلاح. تدعمه؟ دعم الفلاح؟ ولا تستورد وهذا؟ لا، اليوم نريد نحكي موضوع، مثلا يعني اليوم احنا في، يعني هذه الايام هي زمن او وقت الحمضيات. نعم. العراقيه. نعم. ودنا نشاهد اكو المستورد داخل بقوه، تروح على سعر العراقي تلقاه اغلى، المستورد رخيص جدا. شلون اللي قاعد ينهون المستورد الزراعه العراقيه؟ شلون ينهونها؟ لازم يقللون ذاك حتى. انتوا اليوم دوركم كجمعيات فلاحيه، احنا اليوم من الطالبون مثلا تتقون بوزاره الزراعه بالمسؤولين، غير تطالبون تقنين الاستيراد، تخفيف الاستيراد. والله اكثر من هواي مرات احنا نطالب بهذا، لكن الظاهر مو بيد وزير الزراعه ولا بيد فلان ولا اكبر من هذا. يعني اكو جزء استيراد يجي قوه مو مروه، يعني لازم تاخذ هالشكل جائزه هالشكل هذا، والا منو احنا؟ حتى قبل 3 سنوات طلعنا يعني مظاهرات على وزاره الزراعه، لا تتذكرها؟ اي سوينا ماكو فائده.
استاذ عادل المختار جاهز. استاذ عادل تسمعني؟ اي دا اسمع. نعم استاذ عادل، لان نبدي من موضوع حمايه المنتج الفلاح، الفلاح العراقي اللي دا يتعب ويزرع وتكلفة إنتاج عالية، يجي ذب المنتج ضعف. بس مع ذلك أعلق، ما أدري إذا يوصل صوتي يمكن. صوتك جيد، أنت تسمعني؟ موضوع الاستيراد، فتح. نعم. الاستيراد تفضل. حقيقة أنا حكيت ويا الجمعيات الفلاحية في أكثر من مناسبة، لكن مع الأسف ما يسمحون. اليوم مثلا أنا كعراقي عجبني المستورد، يجوز أنت تمنعني من المستورد حتى أكل عراقي؟ طيب راح تقولي لا شلون؟ إذا المنتج العراقي وكل دول العالم هيك تتصرف، نحاول أن نفتح له أسواق خارجية، نسوق نصدره ونعوض السوق بالمستورد، فهنا راح يكون المنتج مالك محسوب. على سبيل المثال قبل سنتين أو ثلاثة صدرنا للسعودية، تتذكر حضرتك صدرنا 3000 طن، المفروض إحنا هسه نصدر 30000 طن من الطماطم. مو نبطل ونقعد والله الانتاج ما لنا نكفي، لا ما يكفي اذا مو تفتح له اسواق خارجيه، مثل التمور العراقيه اليوم مكومه والهند تريد من عندك 100000 طن، ما حد يجمعها من الفلاح وديها للهند ويجيب مكانها مقايضه بذور ازمده، لا هو التسويق شنو؟ اذا التسويق هو عمليه سحب المنتج من الفلاح حتى الفلاح يقدر السنه الثانيه يضعف انتاجه اكثر واكثر، لكن انت تشوف الفلاح يزرع وما يعرف نهايه الموسم ايش راح تكون، انتاجه يشمره بالشارع مثل الذره الصفراء قبل كم قبل شهر. اليوم لو تجي الكركوك تشوف الذره الصفراء مكومه بالشوارع وكلها خربانه، ليش؟ لان ماكو تسويق، ليش الناس زرعت؟ ليش من الاول ما قلت لهم لا تزرعون؟ لان انا ما اريد ذره صفراء. هذا التخطيط اللي انا استاذ عادل. استاذ عادل اسمعني، هو وربه يزرع وما يعرف لو راح يضرب ويربح زين لو راح يخسر الصايه والصرمان. استاذ عادل تسمعني، هذا مو تخطيط. احنا 100 مره قلنا وحتى للجمعيات الفلاحيه وحتى لوزاره الزراعه وفي كل لقاءاتنا نقول هاي المشاكل حديه، دول العالم حسمتها، التجاره الدوليه حسموها انه المنتج مالك محمي يصدر، المهم يسحب يسوق. انت اليوم تزرع وبالنتيجه هاي الذره الصفراء مكومه، او قبل كم يوم الطماطم مكومه، والله الاستيراد مفتوح، هذا مو تخطيط، هذا مو شغل، هاي عشوائيات. احنا اليوم بعد ما نتحمل الوضع صعب، يجب ان يكون خطط وبرامج عمل حتميه تفيد الناس. تسمع الاستاذ عادل؟ ايضا الصوت معصم، يعني اعلي صوتي او شنو؟ طبعا مشكله بالصوت للاسف، احب انه نتحاور مع الاستاذ عادل المختار. عنده معلومات جيده حقيقه. نعم بالله الاستاذ عادل، يعني هو فلاح الظاهر، هو يعني لا هو كان مستشار لجنه الزراعه في البرلمان العراقي سابقا، وتحدث عنده معلومات كافيه عن الزراعه وعن الفلاح. نعم. شيخ حمزه، يعني اليوم مثلا مشكله حمايه المنتج المحلي، نرجع على موضوع اخر، موضوع الاسمده، ما خفت الاسعار؟ لا مستحيل تخف. ليش؟ تمشي على الدولار. دولار بيش هسه؟ مو وصل 52 وريحه ايه حسب؟ ايه 48 مو؟ يمكن 150 او 150. يوم بيش الدولار شباب؟ 52. ايه. يعني انت لا تجي على ابسط بالسوق على اي حاجه يقول لك الدولار صعب. تجي على اسمده يقول لك الدولار صعب. يعني هو ماخذه بقل هذا السعر قبل شهر شهرين ثلاثه، بس هو من تجي حاليا على صعود الدولار يقول لك والله الدولار صعب. جبته بالسعر هذا. يا ما صار له ست اشهر عندك. كان الدولار ب 45 لا هسه 52. هالشكل التعامل، يعني الشعب قام يتعامل يعني يومي يومي، شلون القوت اليومي قام يتعامل ويانا يعني يومي. كل يوم بيومه. كل يوم بيومه. ماكو سعر ثابت. لا ماكو سعر ثابت، الدولار صعد يصعد وياه. قبل الفلاح كيف كان يتعامل مع الحكومه بموضوع السماد؟ يعني مثلا احكي لي بالثمانينات. مو كان الاقتصاد ثابت إلى ما حد شلون يعطي مجانا؟ لا هو حدود إلى يعني ما يزود، ما حد يقدر يتلاعب بالاسعار. مثلا الطن كان بيش مثلا خلينا نقول 10000 دينار او 10 دنانير. ما يقدر واحد يجي يسوي به 11
لان اكو رقابه. الشكل هذا يعني المكاتب الزراعيه بكيف تحدد السعر؟ هسه بكيفها بكيفها بيش يعجبها بكيفها ما لك عليها سيطره. اثنين هذا هو الاسمده هاي لو مدعومه من الدوله وهو يعني بكثره اكو واحد يروح على المكاتب الزراعيه ما حد يروح. تقول لك مدعومه منين مدعومه؟ هو سعره 1.5 مليون انا دا اطيل الفلاح ب 900 ايه يقول لك انا داعم ب 600 هو يمكن اعطاني ب 50 ألف الله وكيل والتعب ماله والنقل ماله والمعاملته ماله يعني يصير فوق ال 50 فهذا هو يعتبر داعم مو داعم مو داعم لا مو داعم ما نقدر نعتبر لا ما نقدر لا. وهاي عملية صعبة حيل يعني مو عبالك سهلة على 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 وزارة تقدر لها ما مقبول يعني وزارة تقدر تحل المشكلة مستحيل فعلا. طبعا أحبة المشاهدين أيضا كاميرا قناة الأيام الفضائية كانت في محافظة الديالة والتقينا مع بعض الفلاحين اللي يعانون من معاناة كبيرة في مجال الزراعة. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. واحنا نشكر شعبة زراعة الهبهب يعني نعم. ناس مهندس ابو احمد الرجل متعاون نعم بهبهب انسان محترم انطانا هاي ثالث مره دايطينا بس مو المقصود يعني باوعني مو المقصود فهمتك. شوف يعني هسه هاي الذبابه باع شوف جاي تسوي بيه هاي ايه هذا باع دايجي دايضربه يجي يضرب اللالنجيه يضرب البرتقاله منتهي هاي ايه ايه انتهت يعني يوصل الانتاج كتله نعم. شوف يضرب البرتقال يعني الذبابه تدخل تنهي الثمر زين واحنا نشكر مهندس ابو احمد شعبه زراعه بيب هاي ثالث مره دا يجينا رابع مره دا يعطينا هاي المصيادات اللواصق بس مو بقدر الكافي بس هي مو انه شلون هي تقدر تقضى عليه بالمكافحه لازم يكافحون طائرات وغيرها ويعطونا سماء يعطونا مبيدات يعني يعطونا فرضا اني 28 دونم يعطوني 20 بطل شي يكفي ايش قد تكفي هاي؟ هذا اقل شيء كل دونم لازم 5 بطالة يلا تكفي 5 بطالة يعني تعطيكم هاي 4 دوانم تقريبا اي يقول هذا المتوفر عندي يعني رجل مو بيديه السلطه الاعلى منه مدى ينطي مناظرته يعني زين هاي كلها معوقات المن للفلاح الفلاح يعني انا هسه سنويا اصرف اكثر ما تحصل احصل خساره انا دا اخسر اقول لك يعني دا اخسر سنويا بقدر يعني اذا اقول لك فتلاث اضعاف اخسر يقول لي كذا بس انا هوايتي اجي بالبستان ارتاح نفسيتك ترتاح اي اكو غير ما يقدر بساتين باكمله انجرفت راحت لان ما عنده يعني ابو احمد ممكن انت قصدك انه ممكن عندك رزق ثاني اي عندي رزق اكو ناس معتمده على البستان اي زين انا دا اجيب واذب اجيب واذب هذا كله السنه الاخيره ايش قد خسائركم تقريبا؟ والله اني صارف بال 60 مليون 14 مليون لازم البستان الله اكبر 60 مليون ذاب البستان لازم 14 مليون يعني يعني اذا ب 60 رابح 14 ماخذ 14 وين ال 14؟ يعني انطيت 7 للفلاح و7 عالية يعني انت خسران 53 مليون 53 مليون انا خسران هاي سنة واحدة هاي سنة هاي كل السنين هيك ليش؟ لأنه بوقت الإنتاج من تريد تسوق للعلوة يجيبون المستورد يجيبون المستورد يبيعون البرتقال كيلو 250 اللانقي ب 500 بالعلوة انت من تبدي الإنتاج مالك؟ يجيبون الحامض احنا النارنج بوقت النارنج يصير الحاصل يجيبون الحامض الاجنبي التركي اللبناني الامريكي ينباع الكيلو 250 زين هذا شلون راح يصرف؟ رجعنا وياكم احبه المشاهدين وشاهدنا هذا الفيديو استاذ عادل وياي استاذ عادل اتوقع الصوت يعني صعب اليوم يستمر استاذ عادل حقيقه كل التحيه والشكر لحضرتك تتمنين انه يستمر الى نهايه الحلقه ولكن ممكن خلل بالصوت عنده او شيء ان شاء الله بالايام القادمه تنحل هذه المشكله. شيخ حمزه نرجع وياك على هذا الموضوع يعني انا هذا الشخص هو مو مفلح هو صاحب بستان يعني وعنده مصدر رزق اخر. يقول انا بالسنه اصرف هالقد خسارتي تقريبا 53 مليون على بستان يمكن 7 دونم فقط مو اكثر. ف
فيعني بين قوسين الفلاح متى يقدر يعيش من الزراعه؟ لازم عنده مصدر دخل ثاني. قسم عنده وقسم ما عنده. ما عنده شيء يسوي. هو هسه هذا خسارته، هو ليش بس على هذا بالبستان وبس بعدونه؟ لا هاي كل الفلح مثله. اغلب الفلح، اغلبهم مثل هذا الفلاح. ان كان زرع طماطم، وان كان زرع برتقال، وان كان بستان، وان كان استراتيجيه يعني زراعه استراتيجيه حنطه شعير، كلها اغلبها مثل هذا الفلاح. كلها بها خساره. لا تقول لي اكو بي ربح ومكان نهائيا. يعني بعض الناس اكو عندها دوانم يعني من دونم زارع حنطه ممكن يربح. يقدر يربح. والا 20 و30 لا والله ما يربح. ابد. ابد. انا من المنطقه اعرف اي لا اكو ناس مثلا عندهم ثروه حيوانيه ايضا هم عندهم معاناه يعني هو دي يصرف من الثروه الحيوانيه على الزراعه وانت طلعت وياي بهذا اللقاء الاخير وشفت نعم. الحكي انت مو بابو شمع بابو شمع مو قال لك انا ابيع من الثروه الحيوانيه من الحيوانات ما لها ابيع حتى ازرع بها صح ولا لا؟ صحيح فاغلبها الفلح هكذا نرجع لموضوع يعني من اصعب الامور اللي يعاني منها الفلاح هو موضوع المياه وازمه المياه وشحه المياه. العالم قاعد تتجه الى وسائل الري الحديث. ليش متاخرين هالقد على هالموضوع؟ احنا انطانا وعد ان شاء الله دوله رئيس الوزراء الاستاذ محمد الشيعة السوداني الله يحفظه. اذا كان هذا الوعد احنا ان شاء الله خير. شو وعدكم؟ وعدنا انه السنه الجايه مرشات تجهيزات شو يريد الفلاح انا مستعد بس السنه ما لحق لانه هاي السنه الموسم بدا هذا بدا وانتهى هذا ايه الموسم ايه بس هذا الموسم اقل من الموسم اللي قبله والقبله يعني ما راح يزود عندنا موسم مو جيد مو جيد ايه مع ما الله سبحانه وتعالى رحمنا بغير نعم الامطار الموسم القادم شنو كان الوعود؟ الوعود حكومه غير ايه شنو الوعود؟ اذا دعمت الفلاح ونزل لا بموضوعات السق الحديث السق الحديث قالوا انه راح يجيبون مرشات انا ساعدي معلومه انه الفلاح اللي يعتمد على السيح بعد ماله لا ماكو احنا شفنا مثل بتركيا والدول دول الجوار كلها ما عندها شطوط ترى بس احنا عندنا شط لا مو شط يعني احنا عندنا اربعه سبحان الله راحن اثنين ظل دجله والفرات ترى الله سبحانه وتعالى من خلق بالعراق خلق اربع شطوط مو ايه اثنين شوف التاريخ ايه راحن اثنين بقى فرات ودجله هاي معلومه صحيحه مال اربعه؟ انت ارجع للتاريخ نبحث احنا بالنسبه سفينه نوح بالعراق صحيح ادم نزل ورا العصر نزل بالعراق ايه عندنا هواي تاريخ هواي انا ارجع احكي لك ساعه ما كمل العراق هواي ضام العراق عمره ما يقل عن 6 ملايين سنه ايه 6 ملايين سنه مو لولا 6 ملايين سنه صار كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه والانبياء كلها بالعراق بس ما حد يعرف قيمه العراق ليش ما حد يعرف قيمته؟ ما يعرف، يعني الناس يجوز ما قارية تاريخ، ولا عندنا التاريخ وعندنا كل شيء. بس ليش هيك نصير قول؟ ما جاي يعرف. اها. إيه احنا راح نمشي ذول الكبار نحن وفايتكم اللي ربعكم. لا لا بعد ورانا شو بعدك 69 سنة، بعدك حتى بال 70 مطر. طبعا احبة المشاهدين، عندنا اليوم وثائقي بسيط عن الفلاح العراقي، عن يوميات الفلاح العراقي، عن انه الافكار اللي ممكن الفلاح العراقي ينهض باقتصاده ينهض اليوم بزراعته بدون دعم حكومي مباشر خلونا نشاهد هذا الفيديو راجعين رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا اليوم يعني جميل يوم الفلاح حتى ينتقد نفسه انه يقول الفلاح انه فقط يحصد او ياخذ هذا الامور اللي منتجها وخلص وناس تجي تبيعها وتسوقها يعني ايضا يحتاجوا اليوم دعم بورش عمل بافكار ايش يوم هسه من خلال كلام هذا الاخ الفلاح اللي تحدث نطالب الجمعيات الامميه، ليش نطالب الجمعيات الامميه؟ لان وصل الى مرحله للاسف الجهات المختصه ما مهتمه بالشكل الكبير بالشكل الحقيقي بالشكل الواقعي، دور الارشاد الزراعي مو مثل الدور السابق اللي اليوم يعطي معلومات الفلاح، يعطي امور، يعطي افكار يوم ترويجيه، يعطي افكار تنافسيه من اجل الاقتصاد. ولكن للاسف انه نخلي الفلاح العراقي يتجه انا اكثر من مره هسه خلينا نحكيها بالصراحه رحت على عدد من المدن اصور حلقات زراعيه القى البيوت البلاستيكيه تبرع من منظمات يا ابي شنو هالمنظمات؟ شنو اساس هاي المنظمات؟ شنو هدف هاي المنظمات؟ اليوم والله منظمات دوليه منظمات انسانيه
اكيد اكو منظمات انسانيه دوليه حقيقيه، ولكن اكو منظمات اخرى تدخل بهيك مواضيع بس عندها غير اهداف، عندها غير اجندات، وعندها غير موضوع نفوذ وغيره. فاحنا ليش يوم نخلي الفلاح يتجه الى هيك امور، الى هيك منظمات، واحنا عندنا حكومه وعندنا ميزانيه وعندنا وزارات، وزارات مئات الالاف موظفين، شعب زراعيه، دوائر زراعيه. يعني نتمنى اليوم من الحكومه الجديده اللي خاله حقيقه اهتمام كبير جدا للفلاح، اكثر رئيس وزراء تكلم بالمؤتمرات الصحفيه حول الزراعه محمد الشياع السوداني. بكل تقريبا مؤتمر يتحدث عن الزراعه، مؤتمرات الاسبوعيه. فهذا حقيقه شيء ايجابي جدا، متفائلين ترى الفلاحين متفائلين. ولكن اذا ما طبقت كل هذه الوعود لا. نفس الحكومه السابقه الذي اطلق عليها مثل، المثل نسيته والله شنو هو؟ قطان حميد. ايه سألنا قطان حميد. قطان حميد قلت لك يعني مديده بالماء لزملة قطان داخل المي. قال اللهم صل على محمد. شهاده فوق لانها حيه. ذبها قال دخيلك يا محمد. احنا هاي يا حكومه السابقه. السابقه. ابد ماكو شيء. بس انا بدي اسالك السابق. ايه تفضل. وللمشاهد الكريم. تفضل. الارشاد الزراعي هم سمعت لك يوم ارشاد زراعي طلع على منطقه ومن رحنا انا وياك لقاءات بالمناطق وقال كان يمنا الارشاد الزراعي وقال هالشكل هالشلون طان ارشاد سمعت؟ لا ابدا خلص ما يقدر ما يقدر وين الارشاد الزراعي؟ وين انطيني يعني جت المفروض تشكل لجان تطلع على الفلح ايش محتاج وشنو هذا الزرع وهذا زرع غلط لو صح ممكن هي مو هيك راح نكون واقعيين احنا ليش نظل نتردد؟ بس انا ترى احكي لانه انا ما باقي لي شيء يعني ترى يا والله صغير بعد 69 معود فانا اقول الارشاد الزراعي الشعب طلعوا على الفلاح شوفوا ايش بيه ايش يريد ايش محتاج شوفوا الضيم ماله الزين قولوا هذا زين وطلعوا والمو زين قالوا لا عم انت نقصك فلان ايش فلان ايش حاشاه من النقص مو لا عندك علم البارحه جتنا اعتراضات على وجودك بالحلقه اليوم اي طبعا قل لي ليش؟ ليش؟ قالوا شلون يمثل دور الفلاح اللي محتاج الحقوق والمحتاجه من الحكومه نعم. وهو فلاح يقول وانا بسيط ومتزوج ثلاثه وهاي ما لها بهاي الشغل لا يقول يعني الفلاح عده ها عده فلوس وعده قياع ما لها شغله الزواج ما لها شغله هي شو النسوان ظاهره من فضل الله يعني. الحمد لله والشكر خمس مرات بكثر الرجال صح زين شيخ حمزه نعم هسه انت تعتبر نفسك فلاح؟ اي فلاح عندك مورد اخر؟ لا والله كل شيء ما عندي لا راتب لا مورد لا كل شيء ما عندي شلون بس انا ناظر نفسي للفلاح الفقير فقراء الفلاح اللي ما عندهم ناظرين هم مستعد احكي ايش ما يريدون احكي هم يوصلوني يجي للحلقه يقولوا لي قول هيك قول هيك قول هيك وصل النهايه وصل النهايه وصل النهايه اها يا اخي مو كل الفلاح تجي للقناه تقعد لا واحد. والله نتشرف فيهم انا كله. لعلمك صار لي 17 سنه بالجمعيات الفلاحيه هم ينتخبوني كل اربع سنوات ينتخبوني انا لو مو زين ينتخبوني 17 سنه صار لي لا ابد ابد لا خمسه مدى اربع مرات انا افوز ليش؟ هم يريدوني من اول سنه قالوا يا اخوي انت ما تفيد اها صح ولا لا؟ اي اغلب الفلاحين متفائلين بالحكومه؟ والله الاغلبيه متفائلين بس مايسين تقريبا يعني نعم يقولون هاي كم حكومه ما تحقق لنا شيء ابد ابد ما تحقق يعني مثلا يعني انت مثلا ذكرت انت قلت قبل حكومتين كان الوضعيه زينه انت تقصد على مثلا نعم حكومه نعم. السيد المالك وانا لو حكيت على السيد المالك يقولون هذا يجوز دوله القانون دوله القانون انا مو بدوله القانون اه ممتاز اي لا شيء خلينا نترك الموضوع الاحزاب نحكي نعم. واقعيا واقعي. يعني مثلا نعم. مع سنتين حكم بها مثلا كانت حكومه السيد عادل عبد المهدي نعم بيا حكومه مو وصل الانتاج 6 ملايين طن ما ادري 5.5 مليون طن بس بحكومة المالك ما وصل 5.5 لا 5.5 وتقريبا هو أكثر بحكومة السيد عادل عبد المهدي شلون موفرين بحكومة السيد عادل عبد المهدي للفلاح يا الله يشهد الله كل هاي الحكومات ما وفرت شيء للفلاح كم حكومة صارت؟ كم حكومة صارت؟ هواي من 2003 وصار لنا 21 سنة من 22 سنة الله شاهد الدعم الحكومي لهاي الفلح بس الله سبحانه وتعالى يجي مثل هاي السنه شويه من هرف المطر هذا ايه الخير يسوي زرع. لا مو تقول قبل حكومتي كان زين الدعم. بزمن قلت لك تريد يعني تريدون مبادره زراعيه مثل السواحل ولو حصلوا المبادره الزراعيه ايه ويدعمون الفلاح
لا خير من الله يكفيك، خير ان شاء الله، والله يظل يعني ان شاء الله خير. احنا نقول خير. يا رب خير. كل التحيه لك حياتي الشيخ حمزه شكرا. وايضا كل التحيه للاستاذ علي المختار. تحيه لكل المشاهدين. للاسف الصوت كان باشكاليه معينه. طبعا الى هنا تنتهي حلقتنا، ولكن قبل الختام اريد ادخل بموضوع يعني ممكن تعتبروه بعيد عن موضوع برنامجنا او اسم ارض السوات كله. حقيقه يصير لبس عند المواطن العراقي. يعني هذا اتمنى من الحكومه العراقيه انه تنزل بيان مفصل عن موضوع اسعار الدولار. ليش يصير سعر يوصل الى ارقام خياليه ياثر على حياه المواطنين؟ كلها كانت متفائله بهذه الحكومه انه الدولار راح ينزل، انه راح يرجع مثلا 120. كلنا كنا معترضين على قرارات حكومه الكاظمي وقرارات البرلمان السابق حول موضوع زياده سعر الصرف. كان اكو تفاؤل السيد محمد الشياع السوداني، اغلب التعاطف الشعبي والتفاؤل الشعبي كان متجه حول هذا الموضوع، ولكن اريد بيان مفصل من الحكومه العراقيه حول موضوع الدولار، لان للاسف بعض القنوات، بعض الاجندات، بعض المتصيدين بالماء العكر ليستخدموها ورقه رابحه بهذا الموضوع. احنا ندري اكو بعض الامور، ندري اكو بنك فدرالي امريكي، ندري اكو بعض المصارف توقف عملها بسبب شبهات فساد وغيرها، الدولار قلب السوق. انا ما اريد ادخل بشخص بشان مختصاصي او ممكن اعطي معلومه غلط. احنا بالنسبه لنا هذا الموضوع من وزاره الماليه ومن الحكومه العراقيه. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى، الى اللقاء.